الموقف في ليبيا، كيف ينظر حكومة السراج، هي الحكومة المعترف بها دوليا، لكن يعني بعد مكالمة ترامب الآية قلبت رأسا على عقب. رئيس السيسي في واشنطن، عاد التقى المشير حفتر، وفجأة اتصال تليفوني للمشير حفتر من الرئيس ترامب. كيف ترى توجه المجتمع الدولي؟ الموقف المجتمع الدولي بعد انطلاق العمليات العسكرية مرتبط بمجموعة أحداث. أولا، في عقد جلسة مجلس الأمن الأولى التي دعت لها بريطانيا، لم يتم اتخاذ القرار التي كانت ترجوه بإيقاف العمليات العسكرية وتجريم القوات المسلحة العربية الليبية. كانت جلسة ثانية وثالثة نتائجها كانت بنفس الشكل. الجلسة الأخيرة تقدمت بريطانيا بمسودة مشروع تم رفضها باتفاق أمريكي روسي في هذا المجال، مع إلزام الفريق الإنجليزي بإعادة العمل على ورقة وعرضها في وقت آخر متى دعت الحاجة. يعني اتفقت أمريكا وروسيا، نعم، اللذان لا يتفقان، نعم، وسنصل ذلك. والشماع في المنتصف دعت إليه ألمانيا، وهي متخذة موقف مغير وإن كان ينسجم شيء مع موقف إيطاليا وبريطانيا. فرنسا لها موقف مع مؤيد لحكومة الوفاق، ولكن يميل إلى العمليات العسكرية. الاتفاق الروسي الأمريكي الحقيقة جاء بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا ومصر، لأنها معنية بالشأن الليبي، دولة جوار ودولة امتداد، والحرب اللي تشن على الإرهاب هي واحدة في ليبيا ومصر وفي شمال أفريقيا بشكل عام، بعد انهزام هذه القوات الإرهابية تنظيم الدولة والقاعدة ومخرجاتها في سوريا والعراق. أصبحت أنظار تتجه ليبيا كفضاء مفتوح ومساحة شاسعة وإمكانيات وموارد، من خلالها يمكن تدير ما تسمى بدولة الخلافة في شمال أفريقيا، تشمل من مصر إلى المغرب، مرورا بمالي ومركزها تبوكتو وحركة تحرير أزواد. الدور المصري الحقيقة تجسد وتجلى أكثر بالموقف المميز بالقمة التي حصلت يوم الأمس في جمهورية مصر العربية في القاهرة لعدة أسباب، وتمخضت أيضا على 4 نتائج مهمة وغير مسبوقة. وإذا كان هناك أي بوادر للحل فهي من خلال هذه النقاط 4. أولا، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، هذا دعم كبير للشعب الليبي، علاقة متميزة جدا بجمهورية مصر العربية. ثم بعد ذلك أن الاتحاد الأفريقي ليبي كدولة مؤسسة تعول بأمل كبير على هذا الموضوع. الرئيس السيسي رقم 1 في النقطة الأولى أشار بسرعة استجابة الرؤساء، الدعوة تمت في يوم، العقاد كان في اليوم الثاني. الشيء الثاني، أشار أن ليبيا عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي في 1999 في سرت، ويجب عدم إهمال هذه النقطة، ويجب أن تكافئ ورد الجميل لها، وهذه النقطة أشار لها بقوة. النقطة الثالثة، أشار الرئيس السيسي إلى أن المخرجات السياسية في الاتفاق السياسي الصخيرات المجلس الرئاسي والمجلس التشاري ومجلس النواب، وطالما أن القوات العربية المسلحة الليبية قيدها الأعلى هو رئيس مجلس النواب، إذن هي شرعيتها تنضوي في الاتفاق السياسي الذي وقع في 2015، والذي العالم الآن يتعامل مع حكومة الوفاق وفقا لهذه الشرعية. طرح البيان أيضا ضرورة إنفاذ الاتفاق السياسي وإنفاذ العملية الانتخابية والالتزامات المعلقة سياسيا، ولكن بالتوازي مع استمرار العمليات في القضاء على الإرهاب، لأن لا يمكن أن تتحقق العملية السياسية على الأرض بوجود الإرهاب الكامل في المفصل. أشعر أنك متفائل لخطوات الجيش الليبي على الأرض، لأن النتائج التي حققها في الشرق وفي الجنوب أدت إلى إجراءات يريدها كل الليبيون في حياتهم اليومية وفي التخلص من الجريمة والقتل والخطف. عظيم.